تستكمل اليوم مفاوضات القاهرة الرامية إلى الوصول لهدنة في غزة، في حين أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك تقدماً إيجابياً في المفاوضات، مشيراً إلى أنه من بين بنود الاتفاق عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله. في غضون ذلك أفادت مصادر الحدث بأن رد رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار سيحسم موقف حماس حول النقاط العالقة. وأضافت المصادر أن حركة حماس طالبت بمزيد من الوقت لمراجعة عدد من البنود قبل الرد النهائي. ووفق مصادر الحدث فإن الخلاف يدور حول اجتياح رفح من عدمه، كما طالبت حماس بإدخال تعديلات على عدد من البنود إضافة إلى الحصول على ضمانات لازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. من جانبه قال مسؤول كبير في حماس إن الحركة لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة وقفا دائما للحرب، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعرقل شخصيا جهود التوصل لاتفاق هدنة لحسابات شخصية. وقال المسؤول في حماس إن حكومة نتنياهو تسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد الأسرى دون ربط ذلك بإنهاء العدوان على غزة، وتابع أن تعنت تل أبيب قد يعطل المفاوضات بسبب رفضها الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من كامل قطاع غزة. وأفاد بأن حماس طلبت أن يتضمن الاتفاق نصا واضحا وصريحا يقول الاتفاق على وقف كلي ودائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض هذه النقطة حتى الآن. من جانبه اتهم مسؤول إسرائيلي حماس بأنها تعرقل إمكان التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة بإصرارها على مطلب وقف الحرب في القطاع. واعتبر المسؤول أن المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على وضع حد للحرب في إطار اتفاق على تبادل للسجناء أو بأن إسرائيل ستسمح للوسطاء بضمان وقف الحرب غير دقيقة. كشف صحفيان إسرائيليان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تصريحات حول صفقة وقف حرب غزة التي يتم التفاوض عليها في القاهرة، لكنه نسبها إلى مسؤول سياسي كبير بهدف إفشال المفاوضات. وأكد الصحفي يارون إبراهام من القناة 12 الإسرائيلية أنه لا يشارك فيما وصفه بلعبة نتنياهو، مبينا أنه هو المسؤول الذي أصدر تلك التصريحات التي لا تعبر عن وجهة نظر مجلس الحرب بأكمله. كما أشار إلى نفس الأمر المحلل العسكري لصحيفة آرتس عاموس هاريل الذي قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أصدر البيانات التي تعيق فرص التوصل إلى صفقة في مرحلة حرجة للمفاوضات حول اتفاق الرهائن. أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان فوصف مفاوضات الهدنة بالقاهرة بأنها صعبة للغاية، وأشار خلال ندوة صحفية لفاينانشال تايمز إلى أنه على اتصال مستمر مع ويليام بيرنز مدير الاستخبارات الأمريكية الموجود حاليا في القاهرة، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة. لا يمكنني أن أتكهن بنتيجة المفاوضات. إسرائيل قدمت من جانبها طرحا جديا، ونحن الآن ننتظر موقف حماس عبر الوساطة المصرية والقطرية، ونتوقع وصول الرد خلال هذين اليومين، وسنرى عندها ما الذي سيحدث. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصرت. أهلا بك يا تامر، هل من معلومات حول متى سيصل وفد حماس، وإن كانت لديك أي معلومات إضافية حول اليوم الثاني من المفاوضات المرتقبة في مصر؟ وفد حماس متواجد منذ الأمس، وأيضا كانت هناك بعض المعلومات عن احتمالية وصول وفد إسرائيلي، ولكن هذه غير مؤكدة. وصدرت تصريحات من مصادر مصرية إلى وسائل الإعلام المصرية تتحدث فيها عن تقدم في المباحثات، وهذا يعني يتطابق مع ما كان قد رشح إلينا بالأمس، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات المرحلة الأولى من الهدنة والتي تتمحور حول تبادل الأسرى من
المدنيين وأن هذه النقطة بالذات ليست فيها مشكلة. ربما كانت هناك بعض النقاط العالقة التي تتعلق بعودة سكان قطاع غزة إلى شماله، حيث كانت حماس تصر على أن تكون عودة غير مشروطة، بينما إسرائيل كانت تطالب بأن يكون هناك نوع من الانتقائية في هذا الأمر. والمصدر المصري عندما تحدث إلى وسائل إعلام صباح اليوم ذكر أن بنود الاتفاق تتضمن عودة النازحين مرة أخرى إلى شمال القطاع، وإن كان قد نوه أن معظم ما ينشر أو أن ما ينشر عبر وسائل الإعلام حول بنود الاتفاق غير دقيق. ففي هذه الحالة يعني هذا يعني يتركنا في موقف شديد الحذر لناحية التكهن بما يمكن أن يصدر عن هذه المفاوضات. ولكن هناك تصريحات واضحة تعلن مثلا عن بعض النقاط الخلافية، هناك أيضا تصريحات صدرت من مسؤولي حماس في القاهرة عندما كانوا متواجدين هنا بالأمس تتحدث حول الإصرار على أن يكون وقف إطلاق النار بصفة دائمة ومستديمة. إلى أي مدى يمكن بالفعل التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لناحية وضع ضمانة لتحقيق هذا الشرط من عدمه، وكذلك الوسطاء المصريين والقطريين الذين يتواجدون أيضا في هذه المفاوضات؟ هذا هو ربما يكون أهم سؤال حول يعني المواد التي يمكن أن تقوم بإنجاح هذه المفاوضات. نحن في الانتظار الآن إلى أن يكون هناك إعلان واضح عن بنود هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالنقاط العالقة التي بسببها فشلت هذه المفاوضات في مراحل سابقة خلال الأسابيع الماضية. هناك شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من القاهرة، مراسل الحدث تامر نصرت.